السادسة مساء بتوقيت القاهرة، هذه نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر. أهلا همام. أهلا بك آية وأهلا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. الرئيس المصري يؤكد أمام قمة الكوماسا أن استقرار وأمن الدول أمر شديد الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. زيلنسكي يطالب المنظمات الدولية بالمشاركة في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للمتضررين من تفجير سد نوفا كاخوفكا. بيان خليجي أمريكي يؤكد العمل على خفض التصعيد في المنطقة ودعم سوريا واليمن. إذن إلى تفاصيل هذه النشرة وبدايتها من فعاليات قمة الكوميسا في زامبيا. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر أولت اهتماما كبيرا بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية. وفي كلمته أمام القمة 22 للكوماسا أكد الرئيس المصري أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات البينية للدول الأعضاء لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022. أولت مصر اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهي القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة في إطار التجمع عام 2000، بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا ليصل إلى 4.3 مليار دولار. وفي ذات السياق قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017-2026، والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقا للميزة التنافسية للدول. وأود في هذا الصدد تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا التي تصرفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع السد جوليوس نيريري العملاق في تنزانيا يمثل فخرا للقارة الإفريقية، حيث من المقرر أن يولد طاقة كهربائية تقدر ب 2.5 جيجاوات. هذا وأضاف الرئيس المصري أن المشروع يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع أثبتت امتلاكها خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية. واسمحوا لي في هذا السياق أن ألقي الضوء على أحد المشروعات التي تمثل فخراً لقارتنا، والذي أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا حال توفر الإرادة السياسية، هو مشروع سد جوليوس نيريري العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة. هذا السد الذي يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية وسيولد طاقة كهربائية تقدر ب 2.5 جيجاوات، حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع امتلاكها خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية، وهي الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الأفريقية الشقيقة. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن استقرار وأمن الدول واللجوء للحلول السلمية والبعد عن الصراعات
هو أمر شديد الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الرئيس المصري أن سياسة بلاده تعتمد على تهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير مع المشكلات. واسمحوا لي هنا أن أنا يعني أخرج قليلا عن سياق الكلمة وأؤكد تضامني الكامل مع كل ما ذكره فخامة الرئيس هاكاندي هاتشيليما رئيس الجمهورية أثناء خطابه، من على أن الاستقرار والأمن أمر غاية في الأهمية لدولنا الأفريقية وقارتنا. واسمحوني أقول لكم أن أنا يعني من الجيل اللي شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا يعني. وعايز أقول لكم أن كل يوم واحد بيضيع على أي دولة من غير ما تعمل من أجل التنمية والبناء والإعمار بيكون له تأثير كبير جدا جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعب هذه الدولة. وعشان كده يمكن هتجدوا أن اسمحوا لي بتواضع شديد أن سياستنا في مصر تعتمد دايما على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع أي مشكلة من المشاكل، لأن التجربة زي ما قلت لكم كده اللي احنا شفناها في مصر بتقول أن دايما الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الجانب الآخر اللي هو الصراعات والاقتتال والحروب وإلى غيره. وفي كلمته خلال قمة الكوماسا أكد رئيس زامبيا هاكاياندي هاشيليما أن الدول الأفريقية واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا. وأضاف أن هناك رغبة هائلة لتطوير وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتوطين الصناعات لجميع دول القارة. نحن واجهنا العديد من التحديات وعدم استقرار من المنطقة، ولكن هذا يعني أنه كان هنالك العديد من الجهود المبذولة من أجل توحيد المنطقة ومن أجل استقلال المنطقة. هذه هي أجندتنا وجلسات أعمالنا، علينا أن نقوم بكل شيء ممكن من أجل حرص على استقلال وسلامة جميع دول القارة بشكل منفرد، وأيضا تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء إفريقيا على مستوى جميع المجالات. هذا وقد سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبي هاكاياندي هاشيليما، وتتولى زامبيا رئاسة التجمع حتى عام 2025. هذا وأعلن الرئيس المصري خلال مراسم التسليم أن هيئة المكتب الجديدة للقمة تتكون من زامبيا رئيسا وبوروندي نائبا للرئيس ومصر مقررا. وعلى هامش الاجتماعات عقد الرئيس المصري جلسة مباحثات مع نظيره الزامبي، وخلال المباحثات اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة التنمية الإفريقية 2063 والتركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الإفريقية. كما اتفق الرئيس المصري ونظيره الزامبي على تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات وتكثيف الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن دعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية. هذا والتقطت صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة تجمع كوميسا بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة الزامبية لوساكا. الآن نتحول إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
نقلت مصادر أمريكية عن ضابط كبير وجندي قرب الخطوط الأمامية في المعارك بأوكرانيا أن كييف بدأت الهجوم المضاد ضد القوات الروسية، بينما قال رئيس أركان الجيش الأوكراني أنه ليس لديه أي معلومة حول هذا الأمر. يأتي هذا بعد أيام من إعلان زيلنسكي أن قوات بلاده تلقت ما يكفي من المساعدات العسكرية لتبدأ هجومها على المواقع التي تسيطر عليها روسيا. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن قواته أحبطت 4 محاولات من قوات أوكرانية لاختراق الجبهة الأمامية في منطقة زابوروجيا الجنوبية، كما أشار إلى أنه تم إجبار قوات كييف على الانسحاب بعد أن تكبدت خسائر تمثلت في تدمير 30 دبابة و11 عربة مدرعة وتصفية نحو 350 مسلحا. كما أضاف شويغو أنه خلال الساعات 24 الماضية تم تصفية نحو 1000 مسلح أوكراني وعشرات الدبابات والمنصات الدفاعية. أكد حاكم منطقة زابوروجيا أن الوضع الأمني حول محطة الطاقة النووية مستقر على الرغم من الأضرار التي لحقت بسد نوفا كاخوفكا الذي يوفر مياه التبريد للمحطة. وأوضح الحاكم أن بعض المولدات في محطة زابوروجيا تخضع للإصلاح وبعضها الآخر خامل، ومستوى المياه في بركة التبريد يبلغ أكثر من 16 مترا وهو أيضا ضمن النطاق الطبيعي، فيما أجرت السلطات المحلية تدريبات طارئة على احتمالية أي تسرب إشعاعي من المحطة. هذا وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن شخصا واحدا على الأقل قتل بعد قصف القوات الروسية لمدينة خرسون في جنوب أوكرانيا أثناء جهود الإجلاء إثر فيضانات هائلة. هذا وأوضح المدعي العام في بيان أنه أثناء إجراءات الإجلاء في المدينة لقي مدني حتفه، فيما أصيب شخصان آخران ويجرى التحقق من البيانات. قال الجيش الأوكراني أن الفيضانات الناجمة عن انهيار سد نوفا كاخوفكا أجبرت القوات الروسية على التراجع نحو 15 كيلو مترا في منطقة خرسون جنوب البلاد. من جهة أخرى أشارت وزارة الزراعة الأوكرانية إلى أنها قد تفقد ملايين الأطنان من المحاصيل بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير السد. هذا وقد زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي منطقة خرسون التي تجتاحها فيضانات ناجمة عن تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبرو، ما أدى إلى إجلاء آلاف المدنيين. وقال زيلنسكي أن زيارته تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي للتعامل مع تبعات انفجار السد، مؤكدا ضرورة تعويض السكان المتضررين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن مناطق جنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية تعاني نقصا في المياه والمساعدات الطبية وكذلك المواد الغذائية. هذا وطلب زيلنسكي المنظمات الدولية بالمشاركة في عملية الإنقاذ وتقديم الدعم للمتضررين والعالقين في منطقة خرسون. هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود من قبل المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر، حيث يجب عليها المشاركة فورا في عملية الإنقاذ ومساعدة الناس في منطقة خرسون. لابد من محاكمة المنظمات الدولية الحالية على كل خسارة في الأرواح لعدم قدرتها على إنقاذهم. فإذا لم تتواجد المنظمة الدولية في منطقة الكارثة فهذا يعني أنها غير موجودة على الإطلاق. اتهمت الرئاسة الروسية أوكرانيا باستهداف عمال إغاثة في المناطق المتضررة من انهيار السد في الجانب الخاضع لسيطرة روسيا في خرسون. من جهة أخرى أشار الكرملين إلى أن تفجير أنبوب الأمونيا بين خاركيف وأوديسا ستكون له عواقب سلبية على اتفاق الحبوب. تفاصيل وقراءة أوفى عن هذا الملف نتحول إلى الزميلة داليا أبو عميرة في نافذة التحليلية. داليا، شكرا همام وآية، أهلا بكم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من كييف يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني. أهلا بك سيد يفهين على شاشة القاهرة الإخبارية. في البداية أريد أن أعرف منك حقيقة الأنباء المتداولة عن بدء الهجوم الأوكراني المضاد. مساء الخير.
هي من كييف، وشكرا على استضافتي. أما حكي عن هجوم المضاد الأوكراني، فيدور الحديث عن ذلك منذ أسبوع تقريبا أو منذ 10 أيام. فنحن خلينا ننتظر تأكيدات من أركان الحرب الأوكراني، هاي أحسن شيء. نعم، إلى أي مدى سيدي فيهين يؤثر تفجير سد نوفا كاخوفكا على هذا الهجوم الأوكراني المضاد الذي ربما بحسب تأكيداتك لم يبدأ بعد؟ هناك يعني مسألة غير بسيطة، لأن للأسف الشديد بدأ الحرب منذ 24 فبراير السنة الماضية، وتقريبا بنفس اليوم أو يوم آخر احتلت قوات الروسية هذه مناطق مدينة كاخوفكا وكاخوفكا جديدة. فمن تلك الوقت المحطة والمدينة وكل هذه المناطق تحت سيطرة روسية، وكانت معلومات متوفرة في تلك الوقت بأن من خطوات الأولى لقوات الروسية كان تلغيم أو زرع الألغام في كل سد، وخصيصا في قاعة مع المولدات كهرمائية بتاع السد. وبعد ذلك كانوا واردات كمان معلومات واردة بأن روسيا كانت تزداد الألغام أولا، وثانيا هناك دلائل يعني 100% بأن قبل انفجار تقريبا يوم يومين ازداد أو بدأ تراكم المياه عند السد. كان دائما يعني ارتفاع المياه بخصوص 15-16 متر، وهم تراكموا المياه إلى حد 16 متر، وبعد ذلك ساعة ثانية ونص مساء أو ليلا تم الانفجار. فأكيد هاي كارثة اقتصادية وحربية وجريمة حربية وكارثة إيكولوجية بيئية، لأن لا ننسى نيبرو يعني من أكبر نهر، وعلى فكرة في بعض الأحيان حتى يشابه نهر نيل. فنيبرو يأتي وينتهي بعد 100 كيلو تقريبا في بحر الأسود، وبعد تلغيم بعد انفجار السد الآن منطقة التي تحت الماء منطقة مساحتها 600 كيلومتر مربع. نعم، 600 كيلومتر مربع، 29 مدينة. نعم، وقرى من كلا جانبان. نعم، الجانب اليميني هاي جانب بتاع أوكرانيا، وجانب اليساري حتى الآن لا يزال تحت احتلال هاي جانب الروسي. نعم سيدي فيهين، ما هي أبرز التحركات الأوكرانية لإثبات ربما الرواية الأوكرانية ولنفي الاتهامات الروسية بأنكم المتسببون في تفجير هذا السد؟ هناك كانت مقترحات دولية حول يعني اجتماع أو تنفيذ أعمال من أي لجنة خاصة باستطلاع ما حدث هناك. فبهذا خصوص امبارح السيد زيلينسكي رئيس أوكراني اتصل بسيد إردوغان، بعد ذلك السيد إردوغان حكم صاحب كريملين. أما اليوم على فكرة كانت مفاجأة، لأن صباحا بدري رئيس أوكراني زيلينسكي كان في خرسون وزار أماكن كثيرة هناك، بعدين طلع فوق شوية إلى مدينة ميكولايف، عمل زيارات يعني عمل وزيارات تفقدية بنفسه. فرجل يعني بريء، والناس يصفقون يعني بهاي خطوات معقولة. فنحن مستعدين إذا مجتمع الدولي يحتاج أي تحقيق، نحن مجدد. لماذا؟ نحن معكم. بس الآن كما وفق معرفتي الأمم المتحدة وافقت أن تقدم مساعدات للشاطئ اليساري اللي تحت احتلال روسيا. هم الآن ينتظرون ضمانات الأمن من قبل الجيش الروسي. ولكن أنا بودي أن أشير إلى واقع واحد مهم جدا، بأن هذه
خطوات كانفجار كتفجير من أكبر سدود على أكبر نهر، هاي قرار اللي يتخذ مش من قبل حتى قيادة الجيش، لا، هاي قرار اللي يتخذ بسلطات العليا لبلد ما. نعم سيد يفهين، إذن كيف أيضا تقرأ حالة التريث ربما من الجانب الأمريكي بعدم اتهام روسيا صراحة وبأنهم يقيمون الموقف والوضع؟ أنا لا أتذكر تماما، لأن السيد وزير خارجية أمريكي اليوم الآن في السعودية، ولكن أنا سمعت بعض اتهامات من على أقل من أعضاء كونغرس أمريكي باتهامات الموجهة ضد روسيا أولا. ثانيا اليوم أنا سمعت وقرأت اتهامات من قبل قادة إسرائيلية، حتى وزير خارجية إسرائيلي هو كمان قال بأنهم متأكدين بأن الروس هم سووا هاي انفجار. أنا أتحدث عن التصريحات الآتية من البيت الأبيض سيدي فيهين. نعم. قالوا أنهم يقيمون الوضع، لا زالوا يقيمون الوضع، كيف تقرأ هذا الموقف؟ خلي يقيمون، لأن هناك لا تنسون هناك فرق في التوقيت على أقل 8 أو 9 ساعات بين أوكرانيا وواشنطن، فهاي فرق. حتى يعني أعمال من قبل الأمم المتحدة بطيئة إلى حد ما، ولكن لا ننسى كمان فرق في توقيت في أمريكا وفي أوكرانيا. شكراً للسيد فيهين ميكيتينكو ومستشار وزير الخارجية الأوكراني ضيفنا من كييف، شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات. والآن نعود إلى همام جاهد وآية لطفي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، إليكم. شكراً لك يا داليا. أكد الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة والالتزام بدعم الدبلوماسية بالإضافة إلى دعم سوريا واليمن. وشدد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد في الرياض على ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. واتفق وزراء مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي في البيان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة. أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ضرورة العمل على توفير البيئة الملائمة لعودة النازحين في سوريا والعراق. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي في ختام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، أوضح بن فرحان أن تهديد تنظيم داعش غير قاصر على بلد دون أخرى، مضيفا أن السعودية تولي جهودا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم داعش الإرهابي. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتفاق على وضع خريطة طريق للتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب. وخلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي أكد بلينكن أن التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي حقق مكاسب كبيرة باستعادة الأراضي التي استولى عليها التنظيم، كما أعلن أن داعش لم يعد بنفس الخطورة والتهديد الذي كان يمثله سابقا.
إذن مجددا نتحول لزميلة داليا أبو عميرة ومع تفاصيل وقراءة أوفى عن هذا الملف. داليا، شكرا همام وآية، أهلا بكم مرة أخرى. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض جمال الوصيفة مراسل القاهرة الإخبارية. جمال، أهلا بك، أهم مستخلصات البيان الختامي لهذا الاجتماع. جمال، داليا، بالفعل يعني انتهى منذ قليل الاجتماع والمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ونظيري السعودية حول يعني مدار في النقاش في الاجتماع بين وزراء خارجية دول التحالف وأيضا أكثر من 85 مسؤول ووزير خارجية حول مكافحة الإرهاب ومكافحة التنظيم الدولي داعش على أرض الواقع. أكد المسؤولين وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن الحرب ما زالت مستمرة ضد التنظيم الدولي داعش، لأن يعني تم الانهاء عليه بالفعل في عام 2017 وعام 2019 في سوريا والعراق، ولكن ما زالت تهديدات هذا التنظيم مستمرة ومتواجدة خاصة في أماكن تواجدهم في أماكن اللاجئين وفي مناطق مختلفة في العالم. هذه المناطق المتضررة التي يعني قد تصبح بيئة خصبة لهم لتجنيد عناصرهم مرة أخرى، مؤكدين على ضرورة إعادة إعمار وتنمية هذه المناطق والوقوف بتقديم كافة المساعدات الإنسانية من أجل عودة إعمار هذه المناطق منعا لإعادة تجنيد العناصر مرة أخرى في هذا الجانب، مشددين على ضرورة يعني عودة هؤلاء المقاتلين من أماكن متواجدة فيها حاليا إلى بلدانهم، مطالبين بلدانهم بضرورة يعني نقل هؤلاء المقاتلين وأسرهم إليهم لتقليل تقليل عدد المتواجدين وعدد الأسر المتواجدة داخل أماكن النازحين، وتخفيف أيضا العبء الاقتصادي على الدول، مناشدين أيضا الدول التي يتواجد بها عدد من اللاجئين وعدد متواجدة في دول الصراع بضرورة نقل مواطنيها إليها وتخفيف العبء على هذه الدول. عدد من التصريحات وعدد من الموضوعات الهامة بهذا الشأن أيضا حول دعم إفريقيا في هذا السياق ودعم الجهود الرمية لتخفيف العبء على إفريقيا، خاصة وأن هناك أكثر من 50% من المتضررين نتيجة الإرهاب في إفريقيا متواجدين بالفعل في منطقة إفريقيا، وسيكون هناك دعم مادي من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والتحالف لهذا الشأن، يعني نعم. قد يصل إلى 140 مليون دولار أمريكي في هذا السياق، بالإضافة أيضا إلى تعزيز وجمع أكثر من 601 مليون دولار للتعهدات لإعادة إعمار الدول المتضررة من قبل داعش. هناك العديد من الملفات أيضا التي أعلن وزير الخارجية الأمريكي في بيان صدر عن مجلس التعاون الخليجي في اجتماع أمس الذي كان يضم وزراء خارجية دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي الذي يعني دار النقاش والبيان حول عدد من القضايا في المنطقة، يسعى إلى استقرار المنطقة بشكل نعم. أوسع وإعادة إعمار الدول المتضررة في هذا الشأن. داليا، نعم جمال، فيما يتعلق بالشأن السوداني وكبح جماح هذه الأزمة، كان ربما من أبرز ما خرج في البيان الختامي أنه لا حل عسكري للأزمة في السودان. لو تعطينا تفاصيل أكثر حول أبرز ما تم مناقشته، خاصة أن المحادثات تجري برعاية أمريكية سعودية. بالفعل يعني المحادثات يعني المعلقة حاليا في مدينة جدة والجانب السوداني، أكد وزير الخارجية السوداني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن استمرار الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي في السودان وتوفير كافة سبل الراحة داخل الأراضي السودانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذا الجانب. وزير الخارجية السعودية أكد أن يعني السودان هو أمن استراتيجي للمنطقة وأمن استراتيجي للمملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وضرورة الاستمرار على يعني الحل السياسي في هذا السياق، مؤكدين أن هناك جماعات يعني مسلحة قد قامت بأعمال تخريبية ولا سيما مؤخرا الاعتداء على مبنى والبعثات الدبلوماسية سواء كان للمملكة العربية السعودية وعدد من الدول، مؤكدين على ضرورة الوصول إلى حل ووقوف لهذه التصاعدات والتصارعات في هذا الشأن وخاصة في الجانب السوداني، إضافة أيضا إلى اليمن وسوريا والعراق وإعادة الإعمار التي سيتم عبر جدول زمني في خاصة في سوريا.
نعم جمال الوصيف مراسلنا من الرياض مراسل القاهرة الإخبارية، أنا بشكرك شكرا جزيلا جمال على كل هذه المعلومات. الآن نعود مرة أخرى إلى همام مجاهد وآية لطفي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، إليكم مرة أخرى. شكرا لك داليا. قبل الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد محمد المهدبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سوريا. أوضحت الرئاسة السورية أن لقاء جمع بين وزير الخارجية فيصل المقداد والمهدبي وناقشا فيه الروابط التي تجمع البلدين وأهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين رئيسي البلدين بشار الأسد وقيس سعيد في القمة العربية الأخيرة. السادسة مستمرة من عاصمة الخبر وفيها بعد الفاصل. فرنسا تعلن أن منفذ عملية الطعن في مدينة أنسي لم يتحرك بدافع إرهابي. أهلا بحضراتكم مجددا. أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو عملية الطعن في مدينة أنسي جنوب شرقي البلاد، واستنكر الرئيس الفرنسي الهجوم ووصفه بالجبان، لافتا إلى أن الأطفال والبالغين بين الحياة والموت وأن الشعب الفرنسي في حالة صدمة. بدورها نددت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن بالحادث وقالت خلال تفقدها لموقع عملية الطعن إن منفذ الهجوم حصل على تصريح للجوء من قبل السويد. من جانبها أشارت المدعية العامة في مدينة أنسي الفرنسية إلى أن منفذ العملية لاجئ سوري الجنسية ورفض طلب أو رفض طلب للجوء في فرنسا مؤكدة أنه لم يتحرك بدافع إرهابي. من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي إن عدة أطفال أصيبوا في هجوم بسكين في بلدة أنسي الواقعة في جبال الألب الفرنسية، مضيفا أنه ألقي القبض على المهاجم. وقالت الشرطة إن 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم بينهم 4 أطفال، وأضافت أن الأطفال المصابين يبلغون من العمر نحو 3 سنوات، بينما يرقد منهم 3 في حالة حرجة. هذا وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافرلي إن طفلا بريطانيا كان من بين الأطفال الذين أصيبوا في حادث الطعن بمدينة أنسي الفرنسية. وأضاف في مؤتمر صحفي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس أن بلاده على استعداد لدعم السلطات الفرنسية بأي طريقة ممكنة. أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 30 بجروح في انفجار مسجد بمدينة فايض أباد عاصمة ولاية بدخشان. وأوضحت الشرطة أن الانفجار استهدف عددا كبيرا من المواطنين أثناء مشاركتهم في مراسم تشييع جثمان حاكم الولاية نصار أحمدي، والذي اغتيل هو الآخر في عملية إرهابية سابقة. قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن المحكمة العليا قررت الإفراج عن خان بكفالة في عدد من القضايا بينها قضايا القتل، وهو ما حال دون حبسه 14 يوما. توجه خان من منزله في لاهور إلى العاصمة إسلام أباد لدفع الكفالة والإفراج عنه لتجنب اعتقاله من جديد. وكان خان قد سبق اعتقاله في 9 مايو السابق لثلاثة أيام، وأثار هذا الاعتقال احتجاجات عنيفة بين أنصاره. يبحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، ويعتبر النظام مثيرا للجدل منذ عدة سنوات بسبب إتاحته للدول الحدودية في الاتحاد إجراء فحوصات أولية لطلبات اللجوء قبل سماحها للمتقدمين بالعبور نحو دول أوروبا الغربية.
من جانبها أعربت المفوضة الأوروبية لشؤون الداخلية إلفا جوهانسون عن أملها في التوصل لاتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت جوهانسون أن الجميع سيحقق المكاسب من خلال التوصل للاتفاق لإدارة ملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن لدينا اقتراحا متوازنا مع الكثير من الدعم، لذلك أمل أن أرى استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ هذا القرار اليوم. وأعتقد أنه من المهم التأكيد على أن هذه الاتفاقية لا تخضع لحسابات المكسب والخسارة، فالأمر لا يتعلق بالفائزين والخاسرين. الجميع سيحقق المكاسب عندما نعمل معا لإدارة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي. لقد رأينا ذلك، فنحن أقوياء جدا باتحادنا. أعلنت تايوان تفعيل أنظمتها الدفاعية بعد تحليق 37 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تحليق مقاتلات وقاذفات ذات قدرات نووية تابعة للقوات الجوية الصينية في الاتجاه الجنوبي الغربي والشرقي للجزيرة قبل أن تتجه صوب غرب المحيط الهادئ. أضافت تايوان أنها أرسلت طائراتها وسفنها للمراقبة وتشغيل أنظمة الصواريخ الأرضية. في حلقة جديدة من مسلسل التوترات بين تايوان والصين، حلقت 37 طائرة عسكرية صينية فوق منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان. توغل هو الأحدث للطائرة الصينية بتلك الكثافة في المجال الجوي لتايوان التي حلقت إلى الجنوب الشرقي للجزيرة قبل أن تعبر إلى غرب المحيط الهادئ وتقوم بعمليات مراقبة جوية وتدريب على الملاحة لمسافات طويلة. التوغلات الصينية شملت مقاتلات من طراز J-11 و16 بالإضافة إلى قاذفات ذات قدرات نووية حلقت في اتجاه الجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتنفذ فيها دوريات لمنح قواتها مزيدا من الوقت للرد على التهديدات الصينية. وردا على هذا التوغل، نشرت تايوان على الفور طائرات دوريات وسفنا بحرية وأنظمة صواريخ برية لتكون في حالة تأهب واستنفار. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية دفعت الصين مرارا بقواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها، ويصف المحللون التوغلات الصينية المستمرة بأنها جزء من خطة تطلق عليها بكين تكتيكات المنطقة الرمادية الأوسع التي تبقي تايوان تحت الضغط المستمر. توغلات صينية تأتي بعد التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة والفلبين واليابان بمنطقة بحر الصين الجنوبي الذي تعتبره بكين تابعا لها، في ترجمة عملية لتحذيرات الصين المستمرة من محاولات الولايات المتحدة العبث بأمنها القومي ومحاولاتها المستمرة للتدخل في قضية تايوان التي تعتبرها الصين خطا أحمر. تسببت حرائق الغابات المشتعلة في عدد من المقاطعات في كندا في تغطية سماء البلاد والولايات المتحدة بدخان وضباب كثيف قد يستمر عدة أيام. وأشارت مصادر محلية إلى أن استمرار هذا الدخان يؤثر على جميع مناحي الحياة والصحة العامة للمواطنين وتأجيل أو إلغاء آلاف من رحلات الطيران. وحذر مسؤولون في شرق الولايات المتحدة، حذروا السكان بضرورة البقاء داخل منازلهم وتجنب الأنشطة في الخارج بسبب استمرار دفع الرياح للهواء المليء بالدخان جراء حرائق كندا إلى الشرق الأمريكي. الآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية. استعرضت صحيفة The Guardian البريطانية انتقادات بولندا لقانون الاتحاد الأوروبي المقترح لمعاقبة دول الاتحاد ماليا في حال رفض استقبال المهاجرين وصفة إياه بالغير مقبول، وأكدت وارسو رفضها لدفع غرامة مالية مقترحة تقدر بنحو 22 ألف يورو عن كل شخص ترفض استضافته، مشيرة في الوقت ذاته إلى استضافتها قرابة المليون أوكرانية، مما يجعلها ثاني أكبر بلد في استقبال اللاجئين الأوكرانيين بعد ألمانيا.
أشارت وكالة بلومبيرج الأمريكية إلى أنه من المرجح أن تتولى تركيا قيادة قوات حفظ السلام التابعة لحلف الشمال الأطلسي في كوسوفو. وأضافت الصحيفة أن تركيا ستتسلم قيادة مهمة الناتو المعروفة باسم كفور من إيطاليا في شهر أكتوبر القادم. ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة ستقود حملة عالمية لوضع قواعد دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الصحيفة أن المملكة المتحدة ترى أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطرا وجوديا على البشرية. وأضافت الصحيفة أيضا أنه من المتوقع أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية دعوة لحضور قمة لندن لإنشاء منتدى عالمي للاتفاق على تدابير لمواجهة الذكاء الاصطناعي السريع التطور. ناقشت صحيفة لوموند الفرنسية حالة التدهور الكبيرة التي تشهدها شبكة سي ان ان الأمريكية، وأرجعت الصحيفة أسباب ذلك إلى الخطوات الخاطئة التي اتخذها كريس لخت في فترة رئاسته القصيرة لشبكة التلفزيونية، والتي فشلت في إحياء التصنيفات المتدنية لشبكة سي ان ان. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مشاهدات القناة بلغت 687 ألف مشاهدة فقط خلال أوقات الذروة في عام 2022، مقابل 1,200,000 مشاهدة لشبكة فوكس نيوز و 1,100,000 مشاهدة لقناة ام بي سي. اقتصاديا، أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي للربع الثاني على التوالي، ما يعني وقوع منطقة اليورو رسميا في ركود اقتصادي. وعدلت يوروستات تقديراتها المبدئية السابقة بنمو 1% بالربع الأول إلى انكماش بذات النسبة، كما عدلت قراءة الربع الأخير من العام الماضي من نمو صفري إلى انكماش بنسبة 1%. يعد الركود الأول الذي يشهده اقتصاد اليورو منذ أن أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نمو سلبي في النصف الأول من عام 2020. تراجع صافي احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي إلى سالب 5,700,000,000 دولار، وهو أدنى مستوى قياسي مسجل على الإطلاق في وقت تسعى فيه السلطات إلى تلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار لسعر صرف الليرة. وانخفض صافي احتياطات البنك المركزي بنحو 1,300,000,000 دولار الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى مسجل منذ بدء نشر البيانات في 2002. وانخفض صافي الاحتياطات بأكثر من 33,000,000,000 دولار منذ نهاية 2022. قيادة الاقتصاد التركي باتت في عهدة محمد شمشك الذي ينظر إليه كمنقذ قادرا على انتشال تركيا من أزمتها الاقتصادية الحادة. شمشك أكد في أول تصريح له أن تركيا لا تملك خيارا سوى العودة إلى أرضية معقولة في الإدارة الاقتصادية. هذا التصريح وصف بأنه إشارة إلى التخلي عن تخفيض معدلات الفائدة والتوجه تدريجيا نحو السياسات التقشفية. إن استطاع محمد شمشيك تنفيذ البرنامج الاقتصادي كما يجب فيمكنه أن يحقق نجاحاً بعد فترة، ولكنني قلق من أن الإرادة السياسية سوف تتدخل في الإجراءات الاقتصادية كما حصل في الماضي، خصوصاً أننا مقبلون على انتخابات البلديات بعد أقل من عام. سياسة البنك المركزي التركي بتثبيت سعر الليرة أمام العملات الصعبة عبر إنفاق احتياطاته أدت إلى انخفاضها بمعدل قياسي وصل إلى ناقص 4,000,000,000 دولار في الأسبوع الأخير من شهر مايو، ولكن الزيادة على طلب العملات الصعبة واضطرار الإدارة الاقتصادية الجديدة لتخفيف الضغط عليها أدى إلى انهيار الليرة التركية بنسبة تجاوزت 10% منذ إنشاء الحكومة التركية الجديدة. 60% من الاقتصاد التركي مرتبط بالدولار، لذلك فارتفاع أسعار الصرف يسبب العديد من المشاكل، على رأسها ارتفاع معدل التضخم وتضاؤل القوة الشرائية. والحلول المطروحة لهذه المشاكل هي زيادة الأجور التي ستصب مجددا في خانة التضخم وتؤدي إلى زيادة معدل البطالة.
الخروج من الحلقة المفرغة التي يدور فيها الاقتصاد التركي سيكون في غاية الصعوبة حسب الخبراء، فقد وصلت الديون التركية المستحقة خلال عام إلى 203 مليارات دولار، وحقق العجز الجاري أرقاماً قياسية تجاوزت 50 مليار دولار، بالإضافة إلى حزمة الودائع بحماية أسعار الصرف التي تم طرحها لتخفيف الضغط على الليرة التركية في ديسمبر 2021، وتحولت إلى معضلة جديدة مع الانهيار المستمر لليرة التركية. يقول الخبراء أن الانتعاش التي شهدتها السوق التركية مع استلام محمد شيمشك لدفة الاقتصاد وصلت إلى حدودها المعقولة، وأن الأسواق اليوم بحاجة إلى تحركات فعلية تمنع الانتكاسة التي يخشاها الجميع. من أنقرة، عمر أحمد، منى القاهرة، عاصمة الخبر. ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل كبير الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود. قالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب لتصل إلى 261 ألفا، في زيادة أعلى من توقعات بتقديم 235 ألف طلب. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا استلمت في 2022 أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة لشراء موارد طاقة وخاصة النفط الخام. وأضاف نوفاك أنه من أجل تعزيز السيادة المالية للبلاد، فإن الانتقال السريع إلى التسويات بالعملات الوطنية له أهمية خاصة. كما أشار لأن جزءا كبيرا من التسويات يتم تنفيذها بالروبل واليوان والروبية. في أخبارنا الرياضية، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده بصورة رسمية مع الدولي الأرجنتيني ألكسس ماك أليستر لاعب وسط برايتون ليكون أولى تدعيمات الريدز استعدادا للموسم المقبل. نشر نادي ليفربول عبر حساباته الرسمية إعلان التعاقد مع ماك أليستر دون الكشف عن مدة العقد أو قيمة انتقال اللاعب من برايتون، إلا أن تقارير صحفية ترجح قيمة الصفقة ب 60 مليون جنيه استرليني. شارك اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم المنقضي في 40 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 3 أهداف حاسمة. نهاية نشرة السادسة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس المصري يؤكد أمام قمة الكوميسا أن استقرار وأمن الدول أمر شديد الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. زيلنسكي يطالب المنظمات الدولية بالمشاركة في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للمتضررين من تفجير سد نوفا كاخوفكا. بيان خليجي أمريكي يؤكد العمل على خفض التصعيد في المنطقة ودعم سوريا واليمن. لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، ويمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي ومن خلال كيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لحضراتكم، من زميلتي آية لطفي ومني همام جاهد على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.